عقد محافظ جنوب سيناء خالد مبارك اجتماعا مع كل الجهات المعنية لبحث تنسيقات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم ومتابعة آخر مستجدات ونسب التنفيذ للمشروع، وكذا تنفيذ أعمال التأمين لمدينة سانت كاترين باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للحفاظ على المظهر الحضاري وطبقا للمواصفات الدولية في هذا الشأن. وأشار المحافظ إلى أن مشروع التجلي يهدف إلى تحويل تلك البقعة المتفردة مقصدا عالميا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، ويعلي من القيمة الروحية للمنطقة كملتقى للأديان وأرض للسلام.